عمرك قبل كده مثلا حضرت حفلة وكانت الحفلة دي فيها معازيم كتير وحد بيجيب الأكل وحد بيعمل الأكل وحد بيوزع الأكل؟ لو احنا فكرنا في الحفلة ديت احنا بالظبط كده بنتكلم عن حاجة بتحصل في النبات النهاردة هناخدها مع بعض إن شاء الله. تابعوا الدرس عشان نشوف ايه القصة. بونجور يا شباب، معاكم ميسيوناجي، وان شاء الله النهارده نشرح درس مهم جدا اللي هو التسيو فيجيتو او الانسجه النباتيه. ويا ترى ايه حكايه القصه اللي انا قلتها في الاول بالانسجه النباتيه؟ ده اللي هنعرفه كمان شويه. طبعا اسم الشابتر ديفرنسياسيون دي سيلول ديفيرسيتي دي تسيو فيجيتو اي انيمو. اسم الشابتر ككل بيتكلم عن اختلاف الخلايا وتنوع الانسجه النباتيه والحيوانيه، واحنا عارفين كويس جدا ان الانسجه طبعا نوعين في جسم الانسان والحيوان، قريبين من بعض جدا، وجسم النبات مختلف شويه. فاحنا النهارده هنركز مع بعض على التسيو فيجيتو او الانسجه اللي جوه جسم البلانت او النبات. اول حاجه التسيو، لازم نكون عارفين بشكل عام ان في تسيو سامبل وفي تسيو كومبوزي او نقول عليها كومبلكس. طب ايه الفرق؟ لو انا عندي مثلا مجموعه السيلول زي بعض بالظبط، لو احنا مثلا رسمنا كده سيلول زي بعض في الشكل وفي الوظيفه، يبقى ده سامبل. لكن لو احنا عندنا مجموعه سيلول، مجموعه خلايا مختلفه عن بعض في الشكل وفي الوظيفه، يبقى انا بتكلم كده عن النوع الثاني اللي هو الكومبوزي او الكومبلكس. تمام، يبقى انا اول معلومه عرفتها ان التسيو بشكل عام سواء كانت فيجيتال او انيمال، بس النهارده نركز اكتر على الفيجيتال، فيها منها سامبل وفي منها كومبوزي او كومبلكس. طيب لو احنا ركزنا دلوقتي على التسيو فيجيتو سامبل اللي هي الانسجه النباتيه البسيطه اللي خلاياها شبه بعض، هنلاقي في ثلاث انواع علينا، ثلاث انواع شرحهم سهل جدا بس اسمهم شويه غريب، اللي هو البارونشيم والكولونشيم والسكليرونشيم. طبعا كلمة شيم دي ليها اصل يعني لاتيني معناها زي نسيج. فبارونشيم اللي هي اول وابسط نوع من الانسجة النباتية، ودي الوصف بتاعها ان هي تيسيو فيفون يعني انسجة حية وشكلها اوفال او سفيريك يعني زي دائري كده او بيضاوي زي ما احنا شايفين. والباروا بتاعها او الجدار مانس، طبعا احنا درسنا كويس السيلول وعرفنا ان اي سيلول فيجيتال لازم ليها باروا سيلولير، وبعد كده لازم نعرف ان الخلايا دي بينها فراغات او بينها فجوات كبيره شويه نسبيا يعني. ده شكل تاني بس بالصبغه او بالالوان للتسيو بتاع البارونشيم. طيب احنا كده عرفنا وصف البارونشيم، طب ايه الفونكسيون، بيعمل ايه؟ نركز مع بعض. واحد الفوتوسنتاز، دو ستوكي لماتيير نوتريتيف او تخزين المواد الغذائيه، ثلاثه ان احنا عندنا ارياسيون او التهويه. يبقى 1 2 3 عشان ما ننساهمش، ثلاث حاجات اساسيه او ثلاث وظائف للبارونشيم. موجود فين البارونشيم؟ بنلاقيه غالبا في قشره اي نبات وفي قلب النبات من جوه، زي مثلا البوم دو تير. لو انا فتحت بطاطسايه كده من جوه، الخلايا دي اللي بتخزن اميدون او نشا هي تعتبر بارونشيم. النوع الثاني اللي هو التسيو كولونشيم، التسيو كولونشيم هو نسيج شوية أقوى لأن ما بين السيلول بيبقى فيه مادة اسمها سيلولوز، وإحنا طبعا عارفين السيلولوز وده تبع أي نوع من المواد الغذائية اللي هو الكربوهيدرات. مظبوط. Ces cellules sont un peu rectangulaires، ممكن تبقى واخده شويه شكل ريكتانجل، والباروا بتاعها مغلظ ايبيسي دون فاسون ايريجولير بشكل غير منتظم بماده السيلولوز زي ما اتفقنا. طيب ايه الوظيفه؟ السوتونير بيعمل دعامه وكمان بيدي النبات فليكسيبيليتي كونفينابل يعني زي مرونه او دعامه مناسبه ليه. ده غالبا بيبقى موجود في البيتيول بتاعه الورق اللي هو عنق ورق النبات عشان يبقى يكسبوا المرونه اللازمه او الدعامه اللازمه ليه. يبقى كده انا عرفت يعني ايه كولونشيم، الشكل بتاعه والوظيفه وبرده موجود فين. النوع الثالث اللي هو السكليرونشيم، سكليرونشيم نقدر نقول عليه حاجه مختلفه شويه ان هو نون فيفون،
يعني ده نسيج غير حي، لأن المحتويات الحية اللي فيه تحللت وحلت محلها مواد أخرى قوية زي اللجنين. يبقى هنا في مادة جديدة أعرفها، مادة اللجنين دي مادة كده زي مثلا الغيرة، بتقوي جدار النبات من جوه أو جدار خلايا النبات زي ما احنا شايفين في الشكل بتاعنا ده. فنقول إن الاسكليرونشيم تعتبر تيسي سوليد قوي أو صلب نون فيفون غير حي، والبروا بتاعته مغلظة يعني فيها مادة كده بتتقلها اسمها اللجنين. طب ايه الوظيفة؟ ان هو بيعمل برضو كونسوليدي وسوتيان او سوتينير، يعني دعامة وتقوية للنبات، كمان بيديله ريجيديتي متانة وسوبلاس زي نوع من المرونة او الليونة. بنشوف مثلا احيانا لما الهواء بيزق بعض الاشجار اللي هي صغيرة شوية وممكن حتى الكبيرة، لما بتميل بترجع تاني بقوة في مكانها ما بتتكسرش، ده بسبب الاسكليرونشيم اللي جواها اللي بيديها المرونة اللازمة ليها. يبقى احنا كده خدنا ثلاث انواع من الانسجه جوه التسيو فيجيتو سامبل، اللي هم بارونشيم وكولونشيم وسكليرونشيم. طيب اللي بعد كده هنشوف مع بعض التسيو كومبلكس او الانسجه المركبه او المعقده. واحنا اتفقنا من الاول يعني ايه مركب او معقد، اللي هي الانسجه اللي فيها اكتر من نوع من الخلايا. عندنا مثالين او نوعين هناخدهم، اللي هو الجزيلام اسمه بالفرنسي بوا، والفلويم ده الاسم العلمي والفرنسي ليبير، نقوله كده او كده بس لازم نكون عارفين الاثنين. وهنا نرجع للقصه بتاعت اول الفيديو اللي هي الحفله، واللي حد بيجيب اكل وحد بيوزع الاكل وحد بيطبخ الاكل. ليه بنقول كده؟ لان الاكزيلام دي عباره عن انابيب رفيعه موجوده جوه النبات بتوصل المواد الغذائيه اللي هي النيئه او المواد البسيطه اللي النبات هيعمل منها الاكل. يعني نقدر نعتبرها كده المواسير اللي بتطلع فيها الميه، بس هنا ميه واملاح. يبقى دي اللي بتوصل المواد البسيطه اللي النبات هيعمل منها الاكل. طيب بيحصل فين عمليه طبخ الاكل ده؟ جوه ورقه النبات نفسه اللي بنسميه بقى المطبخ بتاع البلانت، وده عمليه الفوتوسنتيز. طب الاكل بقى جاهز، مين هيوزعه على كل اجزاء النبات؟ ده دور الفلويام او الليبير. يبقى احنا عندنا الاكزيلام او البوا بيوصل المواد وهي بسيطه لسه ما اتطبختش، بعد الفوتوسنتيز اللي بيوزع المواد دي هو الليبير او الفلويام. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض وصف كل نوع والرول بتاعه. اولا بالنسبه للاكزيلام بنقول سو كومبوزد فيسو، اوعيه، مهمه قوي الكلمه دي، اوعيه يعني حاجه كده عامله زي المواسير تمام ومفتوحه كده من الناحيتين. تراشييد قصيبات، والقصيبات دي زي شكلها كده في الرسم بتكون مسحوبه من الناحيتين. طب هتقول لي الميه هتعدي فيها ازاي؟ لان فيها ثقوب بتخلي الميه تعدي. يبقى عندي فيسو اوعيه وعندي تراشييد قصيبات. كمان في بارونشيم، لازم طبعا يبقى في نسيج النبات بارونشيم، وده بيبقى حاجه اساسيه جوه النبات. لو احنا شفنا الرول بتاع البوا بنقول ان هو متخصص في ترانسبور دو لو اي دي سيل مينيرو، يعني هو مسؤول عن نقل الميه والاملاح علشان طبعا ورقه النبات تعمل الفوتوسنتيز. طب الناحيه الثانيه بمنتهى البساطه الليبير ده بيتكون من حاجه اسمها تيوب كريبلي، اللي هي بنقول عليها انابيب غرباليه. عارفين يعني ايه غرباليه؟ عامله زي المنخل كده لانها مثقبه. لو احنا رسمنا كده ببساطه شكل الانبوبه الغرباليه بمنتهى البساطة يعني، هنلاقي هي عبارة عن أنبوبة فوق فيها ثقوب وتحت فيها ثقوب عشان المواد الغذائية تعدي فيها. وجنب كل أنبوبة غربالية بيبقى فيه سيلول بنسميها سيلول كومباني أو خلية مرافقة، يعني خلية لازقة فيها عشان بتنظم الشغل بتاعها وبتديها الطاقة وما إلى ذلك، هندرسها بالتفصيل إن شاء الله بعدين. طيب الليبير دوره ايه؟ ان هو بينقل الماتيير نيوتريتيف. يبقى خلي بالكم لما كنا بنتكلم عن البوا كنا بنقول بينقل ميه واملاح، اكل لسه ما استواش لسه ما اتعملش في المطبخ، انما هنا الليبير بينقل المواد الغذائيه الجاهزه اللي ناتجه من الفوتو سنتاز طبعا اللي بيحصل في ورق النبات. وهنا في ملحوظه مهمه ناخد بالنا منها كويس جدا، يا ترى ايه الفرق بين المسار او الطريق بتاع المواد اللي ماشيه في البوا والمواد اللي ماشيه في الليبير؟ لو احنا بصينا كده للشكل ده هنلاقي ان الاكزيلام او البوا اتجاه واحد بس،
اللي هو الميه والاملاح طالعه لفوق عشان تروح للورقه، رايحه للمطبخ اللي هيحصل فيه عمليه الفوتوسنتيز. انما في الفلويام او الليبار في طالع نازل، لان المواد الغذائيه بتنزل تحت وتطلع فوق في كل اجزاء النبات علشان تغذي النبات. يبقى احنا كده فهمنا مع بعض يعني ايه بوا ويعني ايه ليبار والفرق ما بينهم بمنتهى البساطه، ونقط رئيسيه عشان نعرف بعد كده نحل عليه. وده كمان رسمه كده تحت الميكروسكوب بتوضح لنا شكل الفلويام او الليبار، وهنا رسمه توضيحيه بتورينا ازاي المواسير او الانابيب الغربليه اللي بنقول عليها، وجنبها السليول كومباني او الخلايا المرافقه. وبكده يا شباب احنا في دقائق قليله قدرنا ان احنا نشرح موضوع التيسيو فيجي 2، ونقدر كمان نفهم تفاصيله عشان نقدر نحل عليه. لو فاتنا اي حاجه من اللي فات يا ريت نراجع الفيديوهات القديمه عشان نشوف مع بعض ويبقى الموضوع متكامل، ونعرف ان شاء الله نجيب درجه كويسه. تابعوا الاسئله. طيب هنحل مع بعض دلوقتي يا شباب كام سؤال على التيسيو فيجي 2. طبعا ده على سبيل المثال، لكن احنا وشطارتنا نحل اكتر واكتر عشان نبقى شطار اكتر في الدرس ده. بيقول لي مثلا لو مواندر نيفو دورجانيزاسيون دي سيستم نيرفو ايلستري دون لو، يعني طبعا هنا بتكلم على الانسجه عامه، ما دخلتش لسه على التيسيو فيجي 2. بيقول لي ان ابسط او اقل مستوى في التعدي جوه السيستم جوه الاجهزه او الجهاز العصبي هو ان تيسيو نيرفو سيرفو سيلول نيرفوز ولا ميتوكوندري. طبعا خلي بالكم معايا، هو هنا بيتكلم بشكل عام عن الانسجه وبيقول لي ابسط مستوى في الجهاز العصبي. طبعا انا عارف اي جهاز بيتكون من مجموعه اورجان، وكل اورجان من مجموعه تيسيو، وجوه التيسيو في سيلول، وجوه السيلول في ايه الاورجانيت. يا ترى مين هنا بيمثل الاورجانيت؟ طبعا عندي الميتوكوندري، يبقى ده الحل بتاعي. دوزيام كيستيون شباب بيتكلم عن رسمه، والرسمه دي هي عباره عن كوب ترانسفيرسال او قطاع عرضي في نبات، وبنسال عليه شويه اسئله. اول سؤال بيقول لي لوكال دي زيليمون سويفون ريبريزونت ان سيلول اي ان اورجان ريسبكتيفمون. ونخلي بالنا دايما في الاسئله من كلمه ريسبكتيفمون، يعني بالترتيب او على التوالي. يا ترى مين سيلول ومين اورجان؟ لو احنا شفنا الرسم كويس هنلاقي هنا ان في اكس وفي ال وفي اجراك وفي زد. مين هنا يعتبر اورجان؟ ناخد الحاجه الاسهل اللي هي ورقه النبات ال، يبقى دي الحاجه اللي هتتقال بعدين. طيب اكس بيشاور على جزء معين اللي هو السيلول بتاعه الباليساديك او نوع من خلايا ورقه النبات، والاجراك تحتيه اللي هو بيشوف برضو نوع تاني من خلايا النبات، وعندنا زاد زي فراغات موجوده ما بين السيلول. يا ترى مين من الاختيارات دي بيعبر عن الاجابه سيلول اورجان ورا بعض؟ طبعا اتفقنا الاورجان اللي هو ال، فانا هختار حاجه اخرها ال، يبقى اما اجراك ال او زاد ال. طبعا الاصدق هي اجراك ال، لان زاد ديت عباره عن فراغ، فانا هختار اجراك ال سيلول واورجان. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لوكال دي زينونسي سويفون ريبريزونت لا فونكسيون دو ستركتور اجراك. لو احنا شايفين اجراك دوت خليه من الخلايا اللي فيها فوتوسنتاز زي ما هو واضح كده، فاذا هل هي بتعمل فوتوسنتاز بس؟ هل ارياسيون تهويه؟ هل سوتينير دعامه؟ او بي مع بعض؟ طبعا هختار او بي، لان في فراغات زي ما اتفقنا اللي هي الزاد دي، فبتعمل نوع من التهويه مع الفوتوسنتاز. كيستيون تاني ممكن نشوفه مع بعض. الكيستيون ده بيقول لوكال دي زيليمون سويفون كونتين ان نوايو. مين من العناصر ديت او من ما هو اتي في نوايو؟ طبعا نوايو يعني مرتبطه بسيلول حيه. فاحنا عندنا فيسو اوعيه تراشييد قصيبات سيلول كومباني وتيوب كريبلي. اكيد هختار مظبوط سيلول كومباني، لان دي اللي فيها النوايو اللي قلنا بتنظم شغل التيوب كريبلي في نسيج الفلويام او الليبار. كيستيون نيميرو 6 بيقول لنا لو برودوي دو بروسيسيوس دو فوتوسنتيز دون لا بلانت اي ترانسفيري اترافير. يعني عمليه الفوتوسنتيز بتنتج حاجات، الحاجات دي بتتنقل عن طريق ايه؟ طبعا احنا درسنا كويس التيسيو فيجي 2 وعارفين كل نسيج عباره عن ايه ووظيفته ايه. فهل تراشييد فيسو، طبعا دول يخصوا البوا، ولا سيلول بارونشيم، ولا تيوب كريبلي؟
نفكر كده ثواني مع بعض، هنلاقي الصح هي التيوب كريبلي او الانابيب الغربالية اللي بتوصل المواد الغذائية لكل اجزاء النبات. وبكده يا شباب احنا خدنا عينة بسيطة جدا عن الاسئلة اللي ممكن تيجي على التسيو في شيتو علشان اعرف كويس مستوى الاسئلة. طبعا في بيبقى اسهل من كده وفي بيبقى اصعب، لكن احنا بنتمرن مع بعض علشان نستعد ان شاء الله لاي امتحان واي اسئلة. ربنا معاكم.